قوات الدعم السريع والجيش السوداني يخرقان الهدنة المعلنة في اليوم السادس من المواجهات الدامية في الخرطوم لتستمر المعارك من جديد في وقت اختار فيه آلاف المدنيين الفرار من العاصمة تحت القصف خشية من تأزم الوضع الذي أودى بحياة أكثر من 270 مدنيا منذ بدء الاشتباكات بين طرفي النزاع ويوجه كل من الجانبين اتهامات لطرف الآخر بشأن خرق هدنة الأربع والعشرين ساعة المعلنة فيما يخشى المواطنون الذين لا يزالون في منازلهم خطورة تأجج الوضع.